السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت غنشارك معكم واحد الطواجين ديال البصله والعنب. شحال هذا ما بقينا درنا الطاجين توحشناه، واليوم بغيت نشارك معكم الطواجين ساهل ماهل. الطاجين اللي كديري راه كيعجب المتتبعين، الناس بزاف كيجربوه، بزاف الناس شاركوه شاركوا معاهم وجربوه وصدق ليهم قسموا بالله. ودابا انا جي غندير تاعي واحد الطاجين اللي هو خفيف ظريف وساهل بزاف بزاف بزاف، وراه غيجي زوين، غير جربوه ان شاء الله ويكون خير. مرحبا بكم عند دكاريا حركة العادة. ها الطاجين اللي غنحضر معاكم اليوم بالدجاج والبصلة والعنب. يلا معايا خوتي نعرفكم على المقادير. بسم الله، هنايا نص كنورة ديال البقري، انا ما كنخدمش بالدجاج ولا الغلمي، ديما البقري. واخا نطيب الدجاج كندير انا بالغلمي كيجي زوين. بسم الله، هذه مربعة ديال ضامة ديال الزعفران كتجي زوينة مع الدجاج. بسم الله توكلنا على الله. هنا شوية ديال السمن المالح، واللي كان الحامض ما غنديروش. كاين الناس قالت لك كنديروا البصلة والعنب والحامض، انا الحامض ما كيدير مع شي حاجة، حامضة مع الزيتون ولا شي حاجة اللي كتوارم. اما بالبصلة والعنب حيت كيجي حلو ما نديروش الحامض. العنب ها هو من الماركه العنب الاحمر، انا كنديرو في السفه وكنديرو حتى في الدجاج وكنديرو في المروزيه. علاش العنب الاحمر؟ ما كيطلقش الحموضه اصلا، هو حلو كيطلق واحد الحلاوه اللي هي زوينه. ما كنديرش داك العنب البياض، هذاك كيكون حامض. الا درتو مع البصله ولا درتو في المروزيه كيطلق داك الحموضه ديالو. ودابا نكمل معاكم العطريه. هنا شويه ديال الملحه حيت هاد الضامه اللي درنا بنينه شويه، هنا قبيصه الملحه، قرفه معلقه معامرهش ديال القرفاق على كميه ديال الدجاج. يعني نبغى يدوب العدد ديال الشرب كميه مدوبله، راه يدوب المقادير ماشي مشكل. الخرقوم عرق، سكين جبير، البزار كنشدوهم نزيدو عليهم شويه ديال الماء ونخلطوهم مزيان. خلطوا العطريه مزيان بحال هكا، هي تخلطات. غنزيدو شوية قزبرة من عند نوس. يلاه جبدتو، مكنتش جايبها من قبل، حيت كاين في الفريكو خاصة نبغو نخدمو بيه، عاد نجبدوه منجبدوش قبل. تلاتة الريوصة ديال التومة محكوكين. هنايا ربع كاس ديال الزيت الرومي، خلطو مزيان على الطريقة هكا حتى يتخلط مزيان. قزبر من عند نوسي باش تكمل الفريكو باقي شي شويه. ها صافي هو داب. غير جربوا الطاجين وراه غادي يعجبكم، وساهل ساهل ساهل ساهل. وكنشكر بزاف الاخوات اللي كيقولوا لنا دوك هادي حنا جربنا دوك الطاجين ديال الدجاج بالزيتون، بطاطا والزيتون وديال اللحم ديال البقري، قالت لك جربوه وعجبهم وجاهم زوين. الطاجين كنفرشو فيه البصله مقطعه على شكل دويورات مقطعه بحال هكا. غنشدو هاد الدجاج بسم الله، وراه من الاحسن تعقدو بديك 5 دقائق ولا شنا هي. ايوا اليوم انا بقيت معطله شويه على الغدا، كانوا عندي الناس. خلطو بحال هكا، ورقات شويه بسم الله. بعدنا الدجاج رقدناه في شويه العطريه وستفناه، غادي ندوزو جهه البصله. راه ساهل الدريات البنات، البنات تاع المدرسه اللي كيقراو مع القرايه الله يكون في العوان، كيجيو مطيب واعره حتى شي حاجه واعره، كلشي ساهل. انا راه كنشارك معكم غير الحاجه اللي هي ساهله. ايوا تحيه الايمان، الناس تاع كازا تحيات بزاف بزاف، وراك عزيزه ايمان والله، لو كلشي كلشي عزاز عليا. وشكرا على الناس اللي كيدخلوا خلوا لي التعاليق ديالهم الزوينه، شكرا لهم بزاف بزاف، كنشكركم. اي حاجه جربوها راكم ما تخافوش، راه
البنت اللي قالت لي والله الا عبرت على الكرعي اللي شديتي وقت كان اول مره نشوف الكرعي غادي يطيبوا بديك الطريقه اللي هي ساهله، ما كانش قلي سد كوكو تحلها دير من هنا. قالت الطريقه ساهله وشافت وقالت لي تبارك الله البينه فيهم زوينين. غير جربوا البنات والله العظيم ما تخافوا، غير جربوا طيب راه غير زعامه. وانا راه ما كنجربش هذاك الشيء ديال اليوتيوب ولا كيعلمني شي حد، الحمد لله انا كنبدع من راسي، كنبدع من راسي والحمد لله. لا درت شي حاجه ولا ليا شي حد كنقول ما كتصدقش ليا والله ما كتصدق. دابا هاد البصيله هاي قشر منها في هاد العطريه الحمد لله بحال هكا. صح الطاجين باقي مازال ما طابو غير بوش معامرش تاع الماء تقريبا كاس معامرش ديال النو، وهذا هي كطلق لنا هاد العطريه. البصله جاي كطلق الماء، ها كطلق الماء مع العطريه البصله والعطريه راه تيطلقوا الماء. قاد دوك في الكنزيان باش ما تجيش بيضه. انا بناتي الا درت الطاجين وجات الخضره بيضه ولا هذا ما ياكلوهاش، كتجي مسوسه ما كتجيش شاربه العطريه. غندير هاد العنب بحال هكا بسم الله. واحد المعلقه ديال السنيده الفوق هاد السنيده وهاد العنب والبصيله كيجي عاطين واحد الحلاوه واحد البنه مع المروزيه مع العطريه راكم عارفين كتجي زوينه زوينه، حتى اللي ما كياكلش الحلاوه بلا ما يدير السنيده بلا ما يدير السكر اللي ما عندوش مع الحلاوه. انا كتعجبني البصله والعنب كتجي معسلة مع ديك شوية السنيدة كتجي زويلة. هانتوما معايا غنزيدو واحد المعلقة ديال السنيدة. هاد السنيدة غتقولي لك علاش ما خلطتهاش مع العطرية، راه هي أصلا غادي تذوب مع البخار وداكشي غتذوب مع ديك البصلة وغادي تنزل وغتجي زوينة. إيوا هانتوما معايا خوتي غنشعل عليه بسم الله. دابا غنشعلو على الطاجين. دابا هادي ما غنديرهاش دابا حتى يغلى الطاجين، غنقصو بحال هكا حتى يغلى الطاجين سخن مزيان وغلى. عاد غنفرش ليه هادي نحيد لها هاد العيبه كي وريتها لكم في داك الفيديو السابق. هادي كتجي على ديك البوطه الصغيره، اما الا درت عليها تعدو الفرن ديالو يعني كبير غادي تحرق. هادي غندير لها بحال هكا وتيغلى هذا، عاد غنديرها تحت وغنخليها طيب شويه على عافيه مهيله. وهانتوما معايا هالطاجين ها هو طاب بسم الله. بغا كيطبخ الله يعطيك الصحه، عرفتي جا معلك وداك المنشف وما جاش فيه الماء هادشي اللي في الجناب ماشي حراق. لا ماشي حراق، هذاك هذيك البخار وداكشي مع الطاجين مزموط كيبان بحال الحراق ماشي حراق. ها بغيت الطاجين تعرفوا واش تحرق ولا لا تعرفوه من هنا. عرفتي جا معلك المشاهدين واحد الريحه طالعه منو غزاله ما شهيتكم خوتي. ها الطاجين ها هو وجد، ها هو تبارك الله كيف هجا اتراجات مشاهدين معلق. عرفتي واحد بسم الله واحد الريحه طالعه منو زوينه زوينه زوينه. هذا دابا تصاحبو حراق لو شي حاجه قلت لكم راه ماشي حراق بسم الله. عرفتي معلق بسم الله بسم الله حقا خاص الضوق منال يا كيجا الطاجين ديالك معطي الصحه. انتم المشاهدين سمحوا لينا اللي توحم تسمح لنا، حتى اللي ما يتوحمش راه كيتشهى يسمح لينا بزاف بزاف. انا هاد الطاجين بغيت نشاركو معاكم خفيف ظريف وساهل سهل 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 كيف شفتوه في الفيديو في الاول ديال الفيديو. غتشوفوا ان شاء الله راه شي حاجه زوينه زوينه زوينه. واخا يكون كاع دوك الرجال اللي ما كيعرفوش يطيبوا طيبوا بهاد الطريقه راه ساهل. لو بغيتكم تجربوا هاد الطاجين وتخلى عليه في التعارك كيف ديما وسمحوا لينا راه شي واحد داك اللي كيشري داك الاواني قديمه راه تعرف من الثلاجات وداك الشيء دايز من الدرب دايز من هنا دايز من حدا باب الدار جا الصوت ديالو مسموع. يا مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندك. يا مرحبا بكم الناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بكم والف مرحبا عاد خدكم الدكانيه ونرحب بالناس القدام والجداد داخل المغرب خارج المغرب. شكرا شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. ايوا سمحوا لينا طاجين هو شوف الخبزه تاعي راه دكانيه كيما ولادها. شوفوا ديال القمح شوف تبارك الله طيبتها في هاد الطاوله ديال الفران تاع الضو شوف تبارك الله كبيره تا هي وخبزه دكانيه على حقها وطريقه بحال بحال مولاتها. مرحبا بكم بزاف بزاف المشاهدين ديالي وما سخيتش بكم وما تنساوش لايك 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 وتشاركوا في القناه.
وشكرا لكم بزاف 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 بزاف، وتحيه لكم كامل الناس المغاربه كاملين في المكان وداخل الوطن ولا خارج الوطن ولا بزاف بزاف، شحال بغيت نقول بزاف، الله كثر تبارك الله، الوليد كان تلف وبسلامه عليكم.